بعد تأهله التاريخي لنصف نهائي كأس الجمهورية، دخل فريق شبيبة شراقة مرحلة الجد في تحضيراته لهذه المباراة التي ستجمعه بصاحب الخبرة في مثل هذه المباريات مولودية الجزائر. وعن مدى جاهزية اللاعبين وأجواء التحضيرات يقول قائد الفريق: دخلنا التاريخ وسط شباب شراقة جامي لحقت الدورة على الدور النصف النهائي الحمد لله ربي وفقنا ومازال نصمت اوني امبيسيو كما يقولوا احنا اوني امبيسيو بوركوا با سي لا كوب دالجيري ما فيهاش كبير ولا صغير ندخلوا نديروا اللي علينا في التيران 90 دقيقة ولا 120 دقيقة هي اللي توصل في النهائي. بالنسبة للحارس سليماني فإنه يعد جمهور شراقة بأداء مقابلة رجولية. نوعدوهم بتكون مباراة مليحة وميور كي كان ونشمخوا لهم تريكو إن شاء الله باش نكونوا فلاوتر إن شاء الله. وكانت شبيبة شراقة قد فازت في الربع النهائي بملعب عمر حمادي على فريق شباب قسنطينة في مباراة مثيرة انتهت بهدفين مقابل هدف. وعليه يسعى فريق شراقة الذي سيلعب دون ضغط لمواصلة المشوار إلى غاية المباراة النهائية لما لا. Moi je suis optimiste, mais comme ça s'appelle moi j'ai confiance en mes joueurs, j'ai confiance en mon groupe et j'espère qu'on peut être à la hauteur pour le match de samedi. نتيجة جات بعد عامين دو سيزون كونسيكوتيف وبعد العمل هذا اللي خدمنا به هو اللي لحقنا يعني الدومي فينال الكوب دالجيري. العام اللي فات لحقنا الويتيام فينال وهذا العام سي الدومي فينال سي لا ستابيليتي في لي جوار والإدارة. الأكيد أنها مباراة ستبقى راسخة في أذهان كل لاعبي ومحبي فريق الشراقة في منافسة الكاس التي لا تعترف بالفرق الصغيرة أو الكبيرة.